مآل المساجد المغلقة للسيدات والسادة النواب محترمين عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضلوا السيد نائب. بسم الله الرحمن الرحيم. نتساءل عن البرامج المحددة لإصلاح المساجد المغلقة السيد الوزير. شكرا السيد نائب. تفضلوا السيد الوزير. عاود 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 السؤال. شكرا. يعني هذا السؤال هذا واحد المسألة اللي هي حق السادة النواب انه يسولوا عليها، ولكن بالنسبة لي انا محرجة جدا. علاش؟ لأنه درنا 4896 خبرة تقنية بالكلفة ديال 148 مليون ديال الدرهم. تأهلت 1096 مسجد وأعيد فتحها بمليار و886 مليون. يوجد حاليا في طور تأهيل 544 مسجد بكلفة مليار و96 مليون. يوجد في طور التراخيص 217 مسجد بكلفة 282 مليون درهم. لا يزال 4052 مسجد يتطلب تأهيلها كلفة قدرها ملياران و300 مليون و551. لذلك يعني حتى ولو أننا ما نبنيوش مساجد جديدة راه ما يكفيناش باش نواجهوا، لان قلت لسيادتكم سيدات النائبات السادة النواب باللي الان ولات عندنا 160 حتى 240 كل عام كتسد بسبب الخلل في الاسمو ديالها. لذلك حنا ماشيين كنجتهدوا بكل ما اوتينا باش يمكننا نلقاو الحلول. شكرا. شكرا السيد الوزير. كلمه لكم السيد نائب. صوت صوت. لا شك السيد الوزير أنكم واعون بالآثار السلبية لتأخر الحاصل في إصلاح المساجد المغلقة فيما يخص حق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية، خاصة عندما تتسع رقعة هذه الإغلاق لتشمل البوادي إلى جانب المدن، كما هو الشأن السيد الوزير بالنسبة لمسجد زاوية شرفاء الوالدين بجماعة طفران خريم تونس لأكثر من أربع سنوات. ونطلب منك السيد الوزير يعطينا غير كذا، كاين الناس المحسنين كاين كذا، واخا انتم تمشوا عليها زعما انتم تخدموها، ولكن كاين محسنين اللي بغي، لان هذا الدور هذا فيه الشرفاء لمده طويله اربع سنين وما جالسين بلا صلاه، يمشوا على واحد المقهى ماشي هي هذه، وغيرهم من بيوت الله التي تتطلب من وزاره النظر الى هذا الاصلاح كاولويه الاولويات في تدبير الشان الديني حتى تقوم بالمهام الجليله المنوصه بها في التاطير والتكوين وتعزيز الامن الروحي. السيد الوزير وشكرا. شكرا. شكرا السيد نائب المحترم. هل من تعقيب اضافي في الموضوع؟ لا تعقيب. بذلك نشكر السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسه.